السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائنا الأفاضل أهلا بكم. إن شاء الله هناخد محاضرة جديدة النهاردة في موضوع الأنتوثرومبوتيك ثيرابي في الجاسترونترولوجي والهيباتولوجي، وإن شاء الله بفضل الله تعالى هناخد النهاردة الجزء بتاع البورتال في. زي ما إحنا عودنا بنبتدي بالآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أبي في ذمتك وحبل جوارك، فقيم فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه أنت الغفور الرحيم، غفر الله لأمواتنا جميعا. زي ما احنا اتفقنا إن أي محاضرة احنا بنعملها بيكون مبنية على Recent Guidelines، وديت الجايدلاينز اللي احنا استخدمناها في المحاضرة ديت، وأتمنى إن انتم تقروها، لأن قراية الجايدلاينز بتوسع المدارك وبتحسن طريقة التفكير. لما نيجي نفهم البوردن فين ثرومبوزس، محتاجين ناخد شوية بيزكس كده مهمين عندنا. البوردن فين ثرومبوزس زي ما احنا واخدين زمان ايام الجراحة، ان اي ثرومبوزس في اي اليومن، اي تجويف عندك، بيكون السبب بتاعه حاجة من ثلاثة: يا اما انت عندك كومبريشن فروم ذا اوت سايد باي تيومر، خلاص كده اتفقنا، زي في حالات الهيباتوسيل كارسينوما والانلارج ليمف نودز في حالات التي في والحاجات دي كلها، او ان السبب يكون جاي من البلد اللي جوه اليومن نفسه، وده نتيجه الهايبر كواجولابل ستيتس او نتيجه ستيزس في البلد فلو او سلاج سيركيوليشن زي في حالات السيروزس، او ان يكون عندك فيه مشكله في الوول نفسه زي الفاسكيولايتس في الارترز. لكن الفين ما فيهوش فاسكيولايتس، لكن بيجي فيه حاجه مهمه قوي اسمها سابيرتيف انفلاميشن، وده بتيجي مع السابيرتيف امبولاي. خلاص كده اتفقنا، يبقى احنا فهمنا كلمة portal vein thrombosis ماذا نقصد بيها. لكن المحاضرة بتاعتنا ديت هنركز على الأسباب اللي هي نتيجة مشكلة في البلاد فلو، سواء نتيجة إن في ثرومبوفيليك ستيتس أو نتيجة إن أنت عندك في سلاج سيركيوليشن زي ما هو موجود عندك في الإيه، زي ما هو موجود عندنا. عموما لما بنيجي نتكلم عن البورتال فين ثرومبوزس ككلمه كبيره نتيجه اي سبب، سواء كان كومبريشن فروم ذا اوت سايد او غيره او غيره، لازم نعرف ان اللوكال كوزز بتاتريبيوت تو 30% اوف ذا كيسز، لكن السيستميك كوزز ديت موجوده في 70% من الحالات زي الثرومبوفيليا. وخد بالك ان احنا لما نيجي نشوف البريفالنس بتاعنا للبورتال فين ثرومبوزس، هتلاقي ان العيان السيروتيك نسبه النسبه بتاعتنا 5 في ال 1000، لكن في السيروزس النسبه ممكن توصل معاك الى 10 او 100 10 في ال 100، وديت نسبه ايه؟ وديت نسبة كبيرة. يبقى لما نيجي نقارن البريفلنس للناس السيروتيك بالناس النون سيروتيك، هتلاقي ان النسبة بتاعت السيروزس بتكون اكتر، وعلشان كده اتعملت جايد لاينز للسيروزس مخصوص. اتفقنا؟ طبعا زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت ان البورتال فين ثرومبوزس ممكن تكون موجودة جوه برانش في الليفر، فبنسميها امترا هيباتيك، ممكن تكون موجودة في الميم ترانك زي ما حضراتكم شايفين، وممكن تكون بارشال ثرومبوزس مش عاملة كومبليت اوكلوجن لليومن بتاعنا، او كومبليت اوبستراكشن ومفيش بلاد فلو بيقدر يعدي من ايه؟ يعدي من. يا ترى ايه هي الاسباب اللوكال اللي احنا نعرفها للبورتال فين ثرومبوزس كقاعده عامه؟ وقاعده عامه البورتال فين ثرومبوزس بتيجي في الاطفال نتيجه الاطفال اللي بتنقل لهم دم عن طريق السره اللي هو الامبليكال كاثترايزيشن، ديت حاجه. في الكبار ياما شفنا حالات عندها دايفرتيكولايتس جات لك بميزنتريك فين اوكلوجن وجات لك ببورتال فين ثرومبوزس، وممكن تجي لك في صوره سيبتيك امبولاي من الابنسايتس. البنكرياتايتس لو انتم فاكرين ممكن يجي فيه سبلينيك فين ثرومبوزس وبروسيد لغايه البورتال فين ثرومبوزس، ممكن تيجي نتيجه التي في في حالات اتذكرت مع الالسراتيف كولايتس والكرونز لو انتم فاكرين المحاضره بتاعت الانتي كواجوليشن في الاي بي دي، وممكن تكمبليكيت من السي ام في هيباتايتس. ممكن يكون الثرومبوزس نتيجه الجراح نفسه او نتيجه الطبيب نفسه. ازاي؟ عاده لما بنعمل سبلينكتومي قرابه ال 50% من المرضى بعد الاسبلينكتومي بيجي لهم بورتال فين ثرومبوزس وسبلينيك فين ثرومبوزس. ركزوا النقطه ديت مهمه قوي قوي قوي، علشان كده لو جالك اي مريض عامل سبلينكتومي لازم تمشيه على انتي كواجوليشن فور 1 يير علشان تمنع الموضوع ده.
خلاص اي سيرجري بتتعمل في الابدومن من الكومبليكيشنز بتاعتها والتشينج اوف ذا سيركيوليشن ممكن يكومبليكيت بورتال فين ثرومبوزس. طبعا ما ننساش ان الثروزس من الحاجات المهمه جدا للبورتال فين ثرومبوزس، وممكن الثروزس تيجي نتيجه عادي ثروزس نتيجه سلاجت سيركيوليشن او نتيجه انترفينشن في البلاد فيزل لو عيان سيروتك انت عملت له سبلينكتومي او عملت له تيبس او اي حاجه من الايه اي حاجه من دي. طبعا زي ما احنا فاكرين في ان في حاجه اسمها ثرومبوفوليك فاكتورز، ديت ناس عندها مشكله في البلط بتاعها في الكلوتنج فاكتورز بتاعتها، فبتخلي في هايبر كوجولابيلتي زي ايه؟ زي الفاكتور فاكتور زي فاكتور 5 لايدن ميوتيشن، لايدن ديت اسم المدينه على فكره، فاكتور 2 خلاص، بروتين سي ديفيشنسي، بروتين اس ديفيشنسي، انت ثرومبين ديفيشنسي، الميلو بروليفتيف ديس اوردر، بروكسيمال نكتورنال هيموجلوبينوريا، اورال كونتراسيبتيف بريجنسي اند سو. وطبعا اي مالجنسي في اي حته من الجسم بنعتبره ان ده هايبر كواجولابل ستيتس، والهايبر كواجولابل ستيتس ديت ممكن تجيب لك بورتال بين ثرومبوزس او ثرومبوزس في اي حته من الجسم. في طبعا تقسيمه للبورتال فين ثرومبوزس، وديت بيهتم بيها الجراحين خاصه في المرضى اللي هم هيزرعوا كبد على حسب الثرومبوزس، هل هي كونفايند للبورتال فين، هل هي اكستندد. يعني في تقسيمه مثلا بتقول دي تقسيمه من التقسيمات، في تقسيمات كتيره جدا، يعني ابسط تقسيمه يقول لك تايب 1 لو البورتال فين ثرومبوزس جوه الليفر، تايب 2 لو وصلت للبورتال فين، تايب 3 حصل لها اكستنشن لمين؟ للسبلينك، تايب 4 وصلت للايه؟ للميزنتريك فينز. في تقسيمات كتيره جدا، والتقسيمات ديت بتفرق معانا في ايه بقى يا جماعه؟ بتفرق معاك انت كدكتور باطنه في حاله زراعه الكبد فقط، في حاله زراعه الكبد فقط. ازاي؟ المفروض ان انت لو احنا خدنا التقسيمه البسيطه اللي انا قلت حضراتكم عليها 1 و2 و3 و4 غير اللي هي مكتوبه هنا ديت، هتلاقي ان 1 و2 يقدر يتزرع في اي مركز ترانسبلانت سيفلي بدون مشاكل، انما 3 و4 محتاجه مراكز ضخمه جدا ونسبه المورتاليتي فيها بتكون عاليه نتيجه الانترا اوبريتيف بليدنج. فالكلاسيفيكيشن وات ايفر انت بالنسبه لك مش هيفرق معاك غير ان هي هل هي سمبل ثرومبوزس في البورتال فين ولا حصل لها اكستنشن للسبلينك والميزنتريك، لكن التقسيمات ديت بتفرق جدا في الناس اللي هي هتاندر جو ليفر ترانزيشن. خلاص كده اتفقنا. الاي اس ال دي عملت تقسيمه ظريفه قوي للهيباتولوجيست للبورتال فين ثرومبوزس، قالت احنا هنقسم البورتال فين ثرومبوزس باكتر من طريقه، ان اكتر من ايه طريقه، والطرق ديت هي الطرق اللي اعتمدت عليها الاي اس ال دي في الجايد لاينز بتاعتها. قالت اول حاجه ممكن البورتال فين تبقى جوه برانش جوه الليفر نفسه، وساعتها هنسميها انترا هيباتيك بورتال فين ثرومبوزس، انترا هيباتيك بورتال فين ثرومبوزس. يا اما الثرومبوزس تيجي في المين ترانك زي ما انتم شايفين، يبقى هنسميها مين بورتال فين ثرومبوزس، او ان هي يحصل ليها اكستنشن سواء كان للسبلينك فين او الميزنتريك فينز، وديت النوع الايه النوع الثالث اللي هو بنسميها اكستنسيف ايه اكستنسيف بورتال فين ثرومبوزس. يبقى انا عندي طبقا للاي اس ال دي البورتال فين ثرومبوزس ممكن تكون انترا هيباتيك او مين بورتال فين او حصل اكستنشن للسبلانكينج ايه سيركيوليشن. رجعت الاي اس ال دي قالت هنعمل تقسيمه ثانيه للكلوت، تقسيمه مهمه قوي، تقسيمه مهمه قوي. ايه هي؟ قد ايه حصل اوكلوجن لليومن بتاعنا؟ قد ايه حصل اوكلوجن؟ لو 100% ديت ليها علاج مختلف، لو ايه لو يعني الثرومبوزس اكتر من 50% ديت ليها علاج تاني عندنا بيسموها بارشال ثرومبوزس، بيسموها ايه؟ بارشال ثرومبوزس. يبقى البارشال ثرومبوزس زي ما انتم شايفين اكتر من 50% عندنا، او مينيمال ثرومبوزس ودي او انتر هيباتيك ثرومبوزس وديت بتكون اقل من ايه؟ اقل من 50%. خلاص طبعا الثرومبس برضو لازم نتفق عليها، هل هي انتر هيباتيك بس ولا طلعت بره الليفر فبقت انتر هيباتيك واكسترا هيباتيك اللي هو ذا لينث اوف ذا كلوت، ديت برضو من الحاجات المهمه. ويا ريت الجراف ده نحفظه زي عينينا، لان الاي اس ال دي جايد لاينز في التريتمنت اعتمدت كليه. تعالوا ما نعرف بعض الديفينيشنز المهمه للبورتال فين ثرومبوزس اللي الاي اس ال دي الاخيره اعتمدتها. اول حاجه اللي انا سميتها هنا بورتال فين كاينيتكس،
قسمنا البورتال فينس ثرومبوزس الى ريسنت اند كرونيك. ريسنت اللي هي الاكيوت يا اولاد، ريسنت اللي هي الايه الاكيوت. ريسنت يعني ما عداش عليها 6 شهور، ما عداش عليها ايه 6 شهور، لكن لو عدى عليها اكتر من 6 شهور يبقى ساعتها هنسميها ايه، هنسميها كرونيك بورتال فينس ثرومبوزس. برضه قسمنا على حسب الاوكلوجن بتاع اليومن، يا اما كومبليتلي اوكلوسيف بمعنى انك سديتها عندها يبقى ده 100% اوكلوجن، يا اما بارشلي اوكلوسيف يعني اكتر من 50%، مينيمالي اوكلوسيف اقل من 50%. وطبعا في عندنا الكافيرنس ترانسفورميشن، معناه ان انت ما بقاش عندك في بورتال فين اصلي حواليه كولاترالز كتيره جدا، وديت بتيجي نتيجه الكومبليت اوكلوجن لما بيحصل فيها ايه هيلينج. برضه الاي اس 3 دي عملت لنا حاجه ظريفه جدا اللي هي عباره عن الريسبونس to treatment and interval changes. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو اديت الانتي كواجوليشن وبتتابع العيان بي سي تي، خاصه لو هيزرع كبد لازم تقيمه، فانت لازم تشوف الثرومبس بتاعتك. يبقى لو بروجريسيف يبقى الثرومبس زادت في السايز وابتدى يحصل لها بروجريشن لمين؟ للاماكن الثانيه. ستيبل زي ما هي، لا بتتحرك زياده ولا بتقل ايه زياده. ريجريسيف، ودي طبعا اهم شيء انك بتلاقي ان السايز بتاعها بيقل واللينس بتاعها بيقل. برضو الجدول ده من الحاجات اللي الاي اس 3 دي بتعتمد عليها. طيب هنقول شويه بيزكس كده بسيطه عن البورتال فين ثرومبوزس. انا كنت عاوز اخش في تريتمنت على طول، بس في بعض الناس ممكن ما تكونش اوير، فاثرت ان انا ايه ان احنا نحط بعض الديفينيشنز البسيطه كده. اول حاجه العيان اللي هو عنده ثرومبوزس في البورتال فينز بتاعنا ممكن يجي في صوره ايه؟ ممكن يجي في صوره من 4 إلى 5 صور، من 4 إلى 5 صور. ممكن يجي في صوره اكيوت بورتال فينز ثرومبوزس، كلنا عارفينها، وقلنا الاكيوت في الايست دي بيسموها ايه؟ ريسنت بورتال فينس ثرومبوزس. ممكن يجي في صوره كرونيك بورتال فينس ثرومبوزس ان ادلتس، ان ايه؟ ان ادلتس، خلاص؟ ممكن يجي في صوره حاجه اسمها اكسترا هيباتيك بورتال فين اوبستراكشن ان تشيلدرن، اي اتش بي في او. ان اي اتش بي في او ده مرض اوتو اميون انفلاميشن بيجي في البورتال فين، خد بالك من النقطه ديت. هو قريب من الكرونيك بورتال فينس ثرومبوزس، قريب من الكرونيك بورتال فينس ثرومبوزس في الكلينيكال بيكشر، لكن الايتيولوجي بتاعه كومبليتلي ديفرنت. ده اوتو اميون ديزيز بيحصل فيه انفلاميشن في الفين، فبيكون عندك ايه؟ بيحصل فيه ثرومبوزس، وبيكون اسوشيتد مع اذر اوتو اميون ديزيزز، اسوشيتد مع اذر اوتو اميون ديزيزز، وده بيتشاف كتير جدا في الاطفال، وده ساعات برضو بيجي في الاطفال نتيجه برضو حاجات ثانيه، خلاص؟ عندنا طبعا البورتال فين ثرومبوزس في السيروزس بنعتبرها حاجه لوحدها، انتيتي لوحدها، ودي نقطه مهمه قوي. وعندنا البورتال فين ثرومبوزس افتر ليفر ترانسبلانتيشن، لان الليفر ترانسبلانتيشن هذا عالم ايه؟ هذا عالم لوحده. خلاص كده ممتاز. تعالوا ما نبتدي ندرس كل واحد على حده، فهنبتدي ان شاء الله اكيوت بورتال فين ثرومبوزس. الاكيوت بورتال فين ثرومبوزس زي ما احنا اتفقنا بنقسمه الى نوعين اتنين، هي عباره عن ثرومبس بنقسمها الى نوعين اتنين. اول حاجه بنسميها نون سيبتيك اكيوت بورتال فين ثرومبوزس، وقلنا ان ديت بتكون نتيجه مشكله في البلاط نفسه، سواء كان في ثرومبوفيليك ستيتس او ان يكون في ايه ستيزس. يا اما سيبتيك اكيوت بورتال فين ثرومبوزس اللي هي لها اسم تاني، ايوه اسمها بايل فليبايتس. البايل فليبايتس معناها ان في باس دريند بي البورتال فين رايح على الليفر، فراح لاصق الباص في البورتال فين بتاعك وراح عمل لك ثرومبوزس، وديت عاده بنشوفها مع الابندسايتس والاكيوت دارفي فيرتيكولايتس. يبقى ديت تقسيمه سهله وبسيطه، خلاص كده اتفقنا. طيب يا ترى العيان اللي عنده اكيوت بورتال فين ثرومبوزس بيجي يشتكي لك من ايه؟ بيجي يشتكي دايما من ابدومينال بين، بس الابدومينال بين بتاع الاكيوت بورتال فين ثرومبوزس فيه كرايتيريا مهمه قوي فيه. اول حاجه ان هو بيكون مايلد ابدومينال بين، عاده بيكون موجود في الابيجاستريك ريجن، ولو حصل له بروجريشن يبقى ده غالبا ايه؟ غالبا ان هو بيكون دخل فيه انفاركشن في الانتستين. تاني نقطه ان هو ممكن يكون اسوشيتد مع ايلياس، وده شيء طبيعي، فالعيان يحس ان بطنه منفوخ زي الست الايه؟ زي الست الحامل. لكن اهم شيء في الابدومينال بين بتاع البورتال فين ثرومبوزس ان هو ما بيكونش معاه ابدومينال جاردنينج، يبقى انت ما تحط ايدك على بطن العيان ما بيشدهاش. طب افرض لا قدر الله ان انت شخصت الحاله ولقيت ان في جاردنينج، يبقى هنا معناه ان ده اكستنسيف ثرومبوزس وهو في المرحله اللي هي قبل الانفاركشن او الجنجرين، او حصل الانفاركشن والجنجرين، وفي هذه الحاله لازم تعمل ايه؟
سي تي ابدومين علشان تعمل بابنج وتعرف هل في كومبليكيشن حصلت ولا لا. يبقى احنا عرفنا اول حاجه ممكن العيان يجي بيها اللي هي الابدومينال بين، وعرفنا ان هو اهم حاجه فيه ان هو ما بيكونش معاه جاردنينج. تاني حاجة عندنا بتكون موجودة اسايتس، لكن مش كلينيكال اسايتس، ده بيكون مينيمال اسايتس، بيتشاف اكتر بجهاز الالتراسونوجرافي. ممكن يجي لك العيان بكونجيشن في الانتستين، خاصة لما تكون الثرومبس كتير، لان انتوا عارفين ان الدم المفروض بيجي من السيلياك والميزنتريك ارتريز يخش في الانتستين يجيب الفود اللي امتص ويطلع على البورتال سيركيوليشن للليفر، فلما يحصل ثرومبوزس الدم بيخش الانتستين ما بيطلعش، فنتيجه ده الانتستين بتتجنن، نتيجه ان الدم بيتحبس فيها بيحصل نوع من انواع الاريزمياس، فتلاقي ان العيان كل شويه يخش هناك في كوليكس، وممكن من الكونجيشن يحصل ألسر في الانتستين والسر او الميكوزا تقوس بلاد، فيجي لك في صوره نان بلاد دياريا. وطبعا لو حصل انفاركشن وجنجرين كل سنه وانت طيب هيفتح لك في دياريا ايه؟ هيفتح في دياريا محترمه. طبعا معظم العيانين دول قبل الانفاركشن والجنجرين بيكون عندهم سيرس، وبيكون عندهم اليفيشن في الليفر انزيمز، والاليفيشن ديت بتكون ترانزيانت نتيجه ان طبعا نتيجه ان في ثرومبوزس في البورتال فين، فاكيد بيحصل سام سورت اوف اسكيميا في ايه؟ سام سورت اوف اسكيميا في الليفر. طبعا بقى لما بنوصل بقى لمرحله الانتستين الانتستينال اسكيميا وانفاركشن ديت بتحصل دايما مع الاكستنسيف لارج ثرومبس، هتلاقي ان العيان بيصوت من بطنه، هتلاقي ان في جاردنينج، في سيفير ابدومينال بين، في نون بلادي دياريا، في ميتابوليك اسيدوزس، وممكن يخش منك في رينال فيلير، ولازم تبقى عارف ان المورتاليتي فيه عاليه جدا، ولازم تعمل له ايرلي ديتكشن. يعني انا شفت مره حاله زي ديت والله العظيم يا شباب، كان ولد عنده ثرومبوفوليك ستاتس وجه بأكيوت بيورتال فين ثرومبوزس مع انفاركشن، ودخلوا عملوا له ريسكشن للانتستين، طلع الولد من العمليات يومين تاني جاب دايريا تاني، لقوا ان حصل جنجرين تاني في جزء تاني من الانتستين، قعدوا شلول في الانتستين لغايه ما بقاش في انتستين خالص، ومات بعدها بخمس ست ايام. وطبعا كانوا على ما يدوروا له على انتستين الترانسبلانتيشن، تعرفين الحاجات ديت بتاخد ايه؟ بتاخد وقت، مش افيلابل في كل البلدان، ديت من الحالات اللي الواحد ايه ما بينساهاش. فنقطة مهمة اللي عشان كده بقول لك موضوع البورتال فين ثرومبوزس من الحاجات المهمة. طبعا لو انت عندك في بايلي فلوبايتس، لا البايلي فلوبايتس بيبقى فيه فيفر وبوست بلاد كلتشر، ولما بتعمل سي تي بتلاقي ابسيسيز موجودة في الابندكت، موجودة في الكولون، اي مكان. وطبعا ديت علاج الاساسي الى جانب الانتي اللي هو الانتي بايوتكس، الانتي بايوتكس والسيرجيكال درينج والسيرجيكال درينج. طيب يا ترى احنا بنشخص البورتال فين ثرومبوزس ازاي؟ يا ترى احنا بنشخصها ازاي؟ الجايد لاينز قالت ان ذا فيرست موداليتي فور دايجنوزس از دوبلر التراسونوجرافي، فانت المفروض لما بتشوف بتبقى تعمل سونار اي عيان عنده ابدومينال بين، تعمل له سونار ودوبلر. اي عيان عنده ابدومينال بين لازم نعمل ايه؟ سونار ودوبلر، خلاص. بس خد بالك ايه في نقطتين هنا مهمين قوي. ايه هو بتاع السونار؟ هيشوف ان في ديستنشن عنده موجوده في البورتال فين نتيجه الثرومبس اللي هي موجوده، وهيشوف الثرومبس نفسها، وما يعمل دوبلر مش هيلاقي بلاد فلو. لكن في مرضى كتير بيجي لهم بورتال فين ثرومبوزس وبيكتب لك السونار نورمال، لان ده بيعتبر على الاكسبرتيز الخبره بتاعت الايه؟ بتاعت الراجل الراديولوجيست نفسه، خلاص. فعشان كده لو الدوبلر طلع نورمال وانت شاكك بروسيد فور ايه؟ فور سي تي. طبعا السي تي العاديه وتورا اند اي في كونتراست هي دياجنوستيك، ولو انت عملت انجيوجرافي يبقى ده افضل وافضل عن طريق السي تي، خلاص كده اتفقنا. هتلاقي ثرومبس بتاعتك موجوده. طبعا السي تي فيها مميزات كتيره جدا. اول حاجه ان هي بتعمل لك لوكاليزيشن للثرومبس نفسها، هتقول لك المكان بتاعها موجود ايه؟ موجود فين؟ يبقى ده نمره واحد. نمرة اتنين ان هي هتقدر تقول لك المابنج بتاعها، يا ترى هي موجودة في البورتال فين بس ولا حصل لها اكستنشن مثلا للسبلينك فين او الميزنتريك فين. النقطة الثالثة في السي تي ان هي هتقدر تقول لك ايه اخبار الكومبليكيشن، يا ترى هل في انفاركشن، في جنجرين، وهكذا. دي طبعا هي تاني اهم انفستيجيشن تعمله، ولكن انت بتبتدي الاول بحاجه بريليمينري زي الدوبلر، وبعد كده لما تشك او تتاكد من الدياجنوزس هتبروسيد للاس سي تي. يا ترى لو انا عندي اكيوت بورتال فين ثرومبوزس انا ممكن اعالجها ازاي؟ ككلام جنرال، احنا بنتكلم دلوقتي كلام جنرال خالص، وبعد كده هنخش في الديتيلز بتاعت الجايد لاينز. ايه هو هدفي من علاج الثرومبوزس؟ اي ثرومبوزس في الدنيا هدفك ليها حاجتين اتنين، هدفك ليها ايه؟ حاجتين اتنين.
اول حاجه ريموفال اوف ذا ثرومبس، انك تشيلها خالص وتختفي. ده طبعا ده مهم جدا، اللي احنا بنسميها ايه، ثرومبوليسز، بنسميها ثرومبوليسز، ان هي تتحلل وتروح، زي في حالات مين، زي في حالات المايوكارديال انفاركشن. لكن للاسف حتى الان لم نصل الى هذه النقطه في البورتال فين ثرومبوزس، وعشان كده مفيش حاجه لغايه دلوقتي بتقدر تدوب الجلطه بتاعه البورتال فين. كل اللي احنا بنعمله بالادويه بتاعتنا وبالانترفنشنز بتاعتنا اللي هي موجوده هي حاجتين اتنين، ان انا بمنع الثرومبس ديت ان هي تزيد في الحجم او اللينس بتاعها، يبقى بنعمل بريفنشن للاكستنشن بتاع الثرومبوزس، وبالتالي انا همنع الانفاركشن والجنجرين. تاني نقطه ان هي بدي امل ان انا عندي لنفسي ان انا مع الانتي كواجيليشن ثيرابي ممكن يحصل ري كانالايزيشن للبورتال فين، ان الثرومبس ديت تدوب في ظرف من 3 ل 6 شهور ويرجع يفتح مره تانيه وترجع ايه الدنيا لمجراها القديمه. خلاص طيب، كلام جميل قوي. طبعا مهم جدا، يبقى ده اهم حاجه بالنسبه للثرومبس، اهم حاجه بالنسبه لايه الثرومبس. بعد ما انت بتبتدي علاج الثرومبس تبتدي تعالج الايتيولوجي بتاعها، فاذا كانت مثلا بايلينفرايتس يبقى انا حد ايه، هدي انتيبيوتكس. لو العيان عنده ثرومبوفيليك ستاتس يبقى انا هدي لونج لايف ايه انتي كواجولانت، وهكذا. خلاص يبقى ديت النقاط الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها في التريتمنت. طيب يا دكتور، هو انت ما تقدرش تدي حاجه ثرومبوليتيك ثيرابي زي المايكارديال انفاركشن؟ اتعملت ستادز وادوا ثرومبوليتيك ثيرابي، لكن لو نتائج سيئه جدا جدا، سواء اديتها اي في او عن طريق ريجنال عن طريق قسطره وتوصلها للبورتال فين، لو نتائج سيئه جدا ومعظم الحالات داخل في بليدنج، وانا حضرت 3 4 حالات من الحالات ديت في المعهد عندنا، لكن النتائج بصراحه ما كانتش ايه، ما كانتش مرضيه نهائي. وطبعا في الحال بتاع الجراحه انك بتخش تشيل الثرومبس وتشيل الحاجات دي كلها، بس امتى يا جماعه؟ احنا بندخل معانا، احنا بندخل الجراحين معانا لما نوصل لمرحله الايه، الانفاركشن والجنجرين. طيب كلام جميل، تعالوا اما ناخد الحاجه الثانيه اللي هي الكرونيك بورتال فين ثرومبوز. لنفترض ان انت عندك اكيوت بورتال فين ثرومبوزس وما اديتش العلاج الصح، ايه اللي هيحصل؟ الثرومبوز ديت الجسم سبحان الله مع الوقت بيبتدي يعمل فيها تيشوز، خلاص كده اتفقنا، وبيحصل فيها فايبروزس، فالبورتال فين بيتحول الى فايبرس كورد، عباره عن خيط ليفي كده ما بتشافش بالعين. طيب ما انت كده يا برنس الدم مش هيوصل من البورتال فين للسيستميك سيركيوليشن، فالعيان هيموت. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك نيو انجيوجينيسيس، وتتكون مليون بلاد فيزل حوالين البورتال فين نفسه، بتلاقي بنات صغيره كده زي راس التعابين، فاكرين الكابود مدوزا؟ انتوا عارفين كابود مدوزا ديت ايه؟ الكابود مدوزا ديت دي واحده في الاساطير الاغريقيه، كانت واحده 3 اخوات عمي كده، وكانوا راسهم فيها تعابين كتيره بتطلع تلعب كده، خلاص كده اتفقنا، وكانوا لما يبصوا لاي حد يحولوه لحجاره، وكان في عين كده معينه بيقعدوا يدوها لبعض علشان يشوفوا ايه، يشوفوا بيها. وجه واحد كده ايه راح جايب الشيلد بتاعه اللي هي الخوذه وعكس الضوء، ما هو طلع عليه راح عكسه عليها عشان تتحول لايه، هي اللي تمثال. المهم ديت حاجه في الاساطير الاغريقيه مش فاكر اسمه بصراحه. المهم فانت عندك بتلاقي ان الفين نفسه الاصلي بيتحول الى فيري ثين فايبرس كورد، وبتلاقي كميه كبيره جدا من الكولاترالز اتكونت حواليه زي ما احنا ايه شايفين. خد بالك الكولاترالز ديت لما بتتكون كده بتبقى عامل زي الواحد لما يكون شعره ايه منكوش، لما يكون ايه شعره ايه منكوش، مش عارف بيسموا المنكوش دلوقتي ايه بقى موضه. المهم فيعمل لك كومبريشن على مين؟ يعمل لك كومبريشن على الكومن بايل داكت، فتلاقي الكومن بايل داكت بتاعتك بتبقى كوراجيتد بالشكل ده. فلو انت بتعمل اي ار سي بي او ام ار سي بي هيتهيالك ان في لونجيتيودينال ستريكشر، لكن حقيقه هي كومبريشن. واحيانا البلود فيزلز على فكره زي الفيروسز بالظبط بتعمل بينتريشن للهول بتاع الكومن بايل داكت وتخش جوه. فطبعا الدكتور لو جات له الحاله عندنا اوبستراكشن دخل ستنت، راح ضرب الستنت في البلود فيزل هوربل بليدنج، وديت انا شفتها مره واحده في حياتي، وديت انا شفتها مره واحده في ايه في حياتي. يبقى احنا عرفنا يعني ايه كلمه كرونيك بورتال فين ثرومبوزس، كرونيك بورتال فين ثرومبوزس. يبقى هنا البورتال فين بتاعي ريبليسد بفايبرس كورد زي ما احنا اتفقنا، وبقى في نيو نتورك اوف كولاترالز اللي احنا بنسميها ايه، بنسميها كافرنوما، بنسميها كافرنوما. وقلنا المشكله الاساسيه بتاعتنا ان هي بتعمل لنا كومبريشن على البايل داكت، فبنسمي الموضوع ده هو بورتال بليوباسي.
وقلنا طبعا المشكله الثانيه ان انت عندك هنا نتيجه الكولاترالز ديت الدم مش هيعرف يعدي بسرعه من خلال البورتال فين، فهيحصل عندك استجنيشن في البورتال سيركيوليشن، هيزيد عندك البورتال هايبرتنشن، وهتتكون عندك فيروسز. وعلى فكره هنا الفيروسز بقى بتاعت البورتال كافرنوما اجرك الله، اي عيان وانت بتشتغله منظار معده وتلاقي فيه سبيرتر قدامك، تلاقي فيه سبيرتر قدامك خلاص، او تشوف ريد كلوت، الريد كلوت على البلاد فيزل احنا بنسميها وايت نيبل او ريد نيبل ساين، اعرف ان العيان ده عنده حاجه من ثلاثه، يا سيفير بورتال هايبرتنشن، يا بورتال فين كافرنوما، يا هيباتو سيرا كارسينوما. خلاص كده اتفقنا. فديت نقطه مهمه قوي، حتى العيانين دول بينزفوا تاني، فحتى لما تيجي تربطه تربطه رابطه ايه محترمه، تربطه رابطه محترمه، الحته اللي فيها الوايت نيبل مش تدي بندايه واحده، تدي اتنين بند فوق بعض، اي سبيرتر لما تيجي تربطه تربطه باتنين بند فوق بعض، وتعد من 1 لـ5 ثواني لغايه عشان تضمن ان انت بعد ما تفك السكشن ما تطلعش البندات فيفتح معاك سبيرتر كوليسترول. طيب طب بعد من 1 لـ5 ازاي؟ 1 2 3 4 5، لا طبعا ده كلام فارغ، بنعد بالطريقه اللي انا بقول لحضرتك عليها دلوقتي، 1001 1002 1003 1004 1005 زي ما احنا بنعد في الاس ال اس والبي ال اس، فهتلاقي ان انت فعلا عديت في 5 ثواني. انا شخصيا لما باجي اربط اي بند بعمل الطريقه ديت، فبتقلل نسبه الايه الاستيبج بتاعت البندس، حتى لو كانت البندس اللي انت بتستخدمها من النوع الرديء. طبعا الكرونيك بورتال فين ثرومبوزس هي هتيجي في صوره ايه؟ هتيجي في صوره جي اي تي بليدنج نتيجه البورتال هايبرتنشن، وقلنا ان الفيروسز ديت بيكون فيها البليدنج عالي. خد بالك من نقطه مهمه قوي، البورتال فين كافرنوما لو جات لعيان ما عندوش ليفر سيروزس، العيان ده ما بيتاثرش بيه الريبيتد فوميتنج بسرعه، ليه؟ لان لسه عنده ريزيرف في الليفر، انما لو سيروتك مع كل مره نزيف الليفر ايه بيتدمر. طبعا بيحصل عنده بورتال بيليوباسي وده موضوع كبير. من الحاجات المهمه قوي ان العيان ده ممكن يخش منك في اسايتس وانكفالوباسي، وده برضو من الحاجات المهمه قوي نتيجه ان الكولاترالز ديت لما بتكبر بتعدي ساعات البلد بكميه بره الليفر، بس ده في حالات رير قوي لما هي تتوصل بكولاترالز في الفيروسز نفسها، بس دي حاله رير مالكش دعوه بيها. لكن عموما احنا بنحب نقول ان الاسايتس والانكفالوباسي بيكون ممكن يحصل ترانزيانت بعد البليدنج نفسه، وقلنا معظم الناس دي بيكون عندهم سب كلينيكال انكفالوباسي. ليه؟ لان ممكن يتكون عنده اسبلين ورينال شنط او جاسترو رينال شنط عشان البورتال هايبرتنشن، وممكن هيباتو بالمونري سندروم. طبعا الكافرنوما سهل جدا انك تشوفها بالسونار، لا الكافرنوما عشان تتشخص صح ممكن دكتور السونار ما يعرفش يشخصها كويس او ما يعرفش هو شايف ايه بالظبط، ولكن افضل حاجه لتشخيص الكافرنوما هو الايه، هو السي تي، يبقى السي تي هي افضل حاجه. طيب ايه مشاكلنا في الكافرنوما ديت؟ ركز معايا في اللي انا هقوله لك، الله يبارك فيك. الكافرنوما ديت يا حبيبي لو كبيره في الحجم، لو كبيره في الحجم فممكن، وديت هتشوفوها كتير، وديت هتشوفوها كتير، تلاقي دكتور انت عيان عندك انت عارف ان هو بورتال فين كافرنوما وبعته يعمل سونار عادي، وتلاقيه كاتب لك بورتال فين از نورمال. يا عم نورمال ازاي؟ هو حقيقة شاف كولاترال كبير وافتكره ان ده البورتال فين. الحته المنكوشه اللي احنا شفناها ديت، الطفط بتاعت الكولاترالز الموجوده ديت ممكن تكون موجوده فوق شويه في الايه، في البورتال فين من فوق شويه، فتعمل لك ايه، فتعمل لك كومبريشن على البايل دكت، او تعمل انفيجن للبايل دكت، فالكولاترالز ديت تتكون جوه البايل دكت، فتعمل انت سونار او تعمل سي تي او تعمل ام ار سي بي، فتتخيل ان في كولانجيو كارسينوما، تتخيل ان في كولانجيو كارسينوما في الحته دي. ساعات لو الكافرنوما موجوده له شويه في البورتال فين ناحيه الكونفلونس مع السبلينيك فين مثلا على سبيل المثال، هيكون موجوده الكولاترالز فين ورا البنكرياس، ففي ناس كتيره بتفتكرها في السونار ان ده انلارجد هيد اوف بنكرياس وكانسر بنكرياس، فطبعا الموضوع ده بيعمل لنا ايه، بيعمل لنا ارتفاكتس لازم واخدين بالنا ايه، لازم نكون واخدين بالنا منها. طيب يا ترى هل في طريقه عندي انا كتريتمنت اقدر استخدمها علشان ارجع البورتال فين؟ لا طبعا، خلاص اللي حصل حصل، عم بس اتكسر يعني. امال نعمل ايه؟ بنعمل حاجه بسيطه جدا، انت بتقول ايه مشكله البورتال فين كافرنوما؟ ان هي بتزود عندي البورتال هايبرتنشن، يبقى انا هتعامل مع البورتال هايبرتنشن زي اي مريض، لو جه بليدنج بعالجه بنفس الطريقه بتاعت الجايد لاينز، وبحاول ان انا اكون اجريسيف معاه. طب يا دكتور هل انا ادي انتي كواجولانت
الزائد ديت، قال لك لا، الانتي كواجلنت لما استخدموها في حالات البورتال بين كافرنوما لو ان هي ما جابتش اي نتائج مفضيه خالص. خلاص، طب انت بتدي انتي كواجلنت ليه؟ ما انت لسه قايل من شويه ان هي ملهاش قيمه. هم كانوا جربوها على اساس ما يحصلش نيو ثرومباي جديده ويحصل لها اكستنشن في الناس اللي هم ما عندهمش ثرومبوفيليا، لكن النتائج بصراحه كانت ايه؟ كانت سيئه. مهم جدا برضه عندنا ان احنا نتكلم عن البورتال بين ثرومبوزس، ولكن في مرضى السيروزس، لان السيروزس احنا اتفقنا ان ده اهم لوكال فاكتور عندك بيجيب ايه؟ بيجيب البورتال بين ثرومبوزس. ولما نيجي في مرضى السيروزس هتلاقي ان في اسباب كتيره جدا ممكن تعمل لك الموضوع ده، هيتيز مالتي فاكتوريال. ازاي؟ يعني مثلا لقوا قاعده مهمه جدا، انا عاوزك يعني ايه تتذكر القاعدة اللي بنقول اللي أنا هقولها لك ديت، لأنها هتسهل لك الدنيا وهتسهل لك إنك تفهم ليه الجايد لاينز اختلفت في العلاج، ليه الجايد لاينز اختلفت في مين في العلاج. السؤال الوجودي، السؤال الوجودي، يا ترى هل البورتال فين ثرومبوزس از ا كومبليكيشن اوف ادفانسد ليفر سيروزس، ولا هي ريفليكشن ان في ادفانسد ليفر سيروزس؟ يعني هل بياض الشعر او شيب الشعر نتيجة ان احنا كبرنا في السن، ولا نتيجة ان في مرض في الشعر؟ هي ديت النقطة المهمة. لو انت فهمت الفلسفة ديت، is portal vein thrombosis is a complication of cirrhosis or a reflection of advanced liver disease. يا ترى ايه هو ده؟ ده السؤال المهم، ولو احنا فهمنا الاجابه بتاعته هتفهم النقطه دي. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نشوف مرضى الادفانسد ليفر سيروزس، هتلاقي ان العيان اللي هو تشايلد بو سي نسبه السيروزس، نسبه البورتال فين ثرومبوزس فيه اكتر لما يكون تشايلد بي اكتر لما يكون تشايلد اي. لو من العيانين اللي كل شويه كانت بتعمل اسكليروسرابي، لو ان ديت معظمهم بيجي لهم بورتال فين ثرومبوز، طب ليه؟ هل نتيجة إن الاسكلوروزنج ايجنت مثلا بيسرح عن طريق الكولاترالز فيوصل للبورتال فين مثلا؟ ولا ده ريفليكشن إن أنا لما أقعد أربط كل شوية وأحقن كل شوية إن الديزيز أكتف وكونتينوس والدنيا متنقلة عند العيان؟ ماشي، يبقى ديت نقطة مهمة أوي. لو أكتر ناس بيجي لهم بورتال فين ثرومبوزس كأثيولوجي أوف ذا ليفر ثرومبوزس، لهم الأوبيستي والميتابوليك سندروم والناش، وديت حقيقة يعني أنت في الخليج هتلاقي إن معظم الناس عندها بورتال فين ثرومبوزس عندهم ناش، نادر أوي ما تلاقي عيان عنده سي أو بي وعنده بورتال فين ثرومبوزس. وعشان كده إحنا في مصر برضو إحنا عندنا السي كتير، هتلاقي برضو نسبة البورتال فين ثرومبوزس لو أنت بتعملها كمقارنات هتلاقيها إن هي أقل، هتلاقي إن هي إيه أقل. طبعا لما قلنا ان اهم سبب عندنا في السيروزس ان انت عندك بيحصل حاجه اسمها سلاج سيركيوليشن، نتيجه ان البلاد فيزلز اللي موجوده عندك في الليفر لما الليفر بيقل في السايز بتاعه بتقل عدد الحرارات اللي الدم المفروض يمشي فيها بتقل زي فكره المرور بالظبط، فطبيعي بيحصل سلاج سيركيوليشن، فطبيعي ان يكون عندنا ايه؟ يكون عندنا ثرومبوزس. طبعا قلنا ان برضو البورتال فين ثرومبوزس في السيروزس ممكن تكون كومبليكيشن لمين؟ للاتش اس سي. وانا بعرفها ازاي؟ بالخمسه كرايتيريا القديم بتاع زمان. اي بورتال فين ثرومبوزس معاه الليفيتد الفا فيتوبروتين او الدايمتر بتاع الايه، او الدايمتر بتاع البورتال فين اكتر من 23 ملم، او بالدوبلر لقيت ان فيها بالستيشن، او في سي تي واخده كونتراست انتيك، او خدت منها بايوبسي لقيت فيها مالجنت تيشو، يبقى ديت على طول نتيجه الهيباتو سيلول ايه كارسينوم. طبعا مرضى الليفر ممكن يكون عندهم ثرومبوفيليا عادي خالص زي اي مريض عنده ثرومبوفيليا، لكن حقيقه النقطه ديت مشكله كبيره جدا. ازاي؟ انت بتقول ان الهايبر كواجلوب ستيتس سهل انك تشخصها لما يكون هي السبب البورتال فين ثرومبوزس زي في البات كير سندروم والحاجات دي كلها، لكن علشان تشخص هايبر كواجلوب ستيتس في مريض الثروزس من المستحيلات او من الايه؟ من الحاجات المستحيله او صعبه جدا الايه؟ التشخيص. ليه؟ لان انت عندك طبيعي البروتين سي بي ال مع سيروزس، البروتين اس بي ال، الانتي ثرومبين بي ال. طب يا ترى هل ده نتيجه انهيرتد ثرومبوفيليا ولا نتيجه ان ليفر سيروزس؟ فالنقطه ديت بتبقى صعبه جدا في هذه النقطه. لكن في ناس كانت تقول لك لو انت عندك الليفل بتاع مثلا بروتين سي ال لكن اقل من 25% من اللور ليميت، يبقى ده غالبا هيريداتري.
بس برضو الحاجات ديت بتكون ايه صعبه. طبعا مريض السكليروسيس لما بيعمل حاجه زي الاسفلينكتومي او سيرجيكال شانت زي زمان معرض اكتر ان هو يخش في بورتال بين ثرومبوزس. وهل المناظير بتسبب بورتال بين ثرومبوزس؟ ديت نقطه خلافيه وانا لسه قايل لكم التفسير. طيب يا ترى في السكليروسيس العيان بيجي ايه؟ اي عيان سيروزس عنده بورتال فين ثرومبوزيت 90% من الحالات بتكتشف بالصدفه اكسيدنتلي ديسكفرد اكسيدنتلي ديسكفرد. ممكن تيجي طبعا لما تتكون الثرومبوزيس اكيد هيزيد عندك البورتال هايبرتنشن، يبقى هيزيد عندك فرصه الفارسيال بليدنج، فرصه الريفراكتوري اسايتس، فرصه الانسفالوباسي وهكذا. خلاص كده اتفقنا. هل ممكن يخش العيان في انتستاينال انفاركشن ويجي ثرومبس في مريض السيروزس؟ فيري رير. ليه؟ لان العيان السيروزس طبيعته عنده كولاترالز كتيره، طبيعته عنده كولاترالز كتيره، فالكولاترالز ديت بتقلل نسبه حدوث الانفاركشن والجنجرين. علشان كده it is rare to find infarction and gangrene in a patient with liver cirrhosis and portal hypertension. خلاص. طيب انا علاجها ايه بقى في السيروزس؟ علاجها انك بتعالج الايتيولوجي لو هي هايبر كواجولو ستيتس، وانت عارف الكلام ده خاصه لما يكون في بوست فاميلي هيستوري عندنا، لازم ندي انتي كواجوليشن علشان نمنع الاكستنشن. ديت نقطه خلافيه هنتكلم عليها بعدين، هي والثرومبوليسز. واهم حاجه انك العيان ده من البورتال هايبرتنشن وبتحاول انك تبعته الى مركز ليفر ترانسبلانتيشن. خد بالك من نقطه مهمه قوي في الليفر سيروزس، ان انت عندك البورتال فينس ثرومبوزس ممكن تتكون امتى؟ ممكن تتكون بعد الليفر ترانسبلانتيشن. ممكن تتكون يعني عيان زرع وفجاه جاله بورتال فينس ثرومبوز. اي عيان يزرع ويجي له بورتال فينس ثرومبوزس توقع انك تكبر عليه اربع ايه تكبيرات على طول. ليه؟ اولا هي الانسيدنس بتاعها فيري لو. خلاص. لكن لما بتحصل بورتال فين ثرومبوزس بوست ترانسبلانت عامله زي الهيباتيك ارتري ثرومبوزس الهاد، نسبه المورتاليتي فيها عاليه جدا جدا ونسبه الوفيات. انا فاكر حاله كانت جات لي من الصين، كانت راحت زرعت هناك وجاي لنا بورتال فين ثرومبوزس، وهم طبعا ما بيعرفوا حالات الموت بيزحلقوها. الست ديت قعدت عندنا وصلت الى كرافت فيلير وماتت بعد 8 ايام، وماتت بعد 8 ايام. فمن الكوارث اللي انت تشوفها بعد الترانسبلانتيشن اللي هو البورتال فين ثرومبوزس، وفي اسباب كتيره جدا ليه. يعني من اسبابها مثلا ان طريقه الانستموزس بدلا ما يكون اند تو اند غيروا طريقه الانستموزس نتيجه ان هي كان عندها مشكله في البورتال فين، او نوم اثناء الاوبريشن كانت الجرافت بتاعتها مثلا قليله فاضطروا يعملوا سبلينكتومي، ما ده بيجيب بورتال فين ثرومبوز. او ان الست تتبرع لراجل، انتوا عارفين الست الفين بتاعها بيكون رفيع والراجل الفين بتاعه ايه كبير، فيحاولوا يوصلوهم الاثنين مع بعض يقوم يكشكشوا الانستيموزس عشان يعرفوا يوصلوهم من بعض. فطبعا التشنج في الاناتومي ممكن ايه ممكن ندخل العيان في ثرومبوزس، وقلنا ان ديت من الكوارث، وقلنا ان نسبه المورتاليتي فيها بتكون عاليه جدا. كده يبقى احنا خلصنا البيزكس اللي انا كنت عاوزك تفهمها من الجايد لاين من الموضوعات ديت بالنسبه للبورتال فين ثرومبوزس. حاول تاخد كده دي بريس كده، وممكن تعمل بوز لمدة دقيقتين ثلاثة كده تشرب لك شاي ولا قهوة علشان نبتدي نخش نشوف الجايد لاينز يا ترى قالت ايه. تعالوا ما نشوف الجايد لاينز، احنا جمعنا الجايد لاينز المختلفة ان شاء الله في المحاضرة ديت، ويا رب تكون سهلة وبسيطة ان شاء الله. أول حاجة الجايد لاينز سألت نفسها سؤال، سألت نفسها سؤال، لو انت جالك عيان عنده بورتال فين ثرومبوزس هل انا المفروض ان انا اسيرش على ثرومبوفيليك ستيتس ولا لأ؟ الاس اللي دي قالت اي عيان، اي عيان خاصه لو نون سيروتيك، خاصه لو ايه نون سيروتيك، وانت ما لقيتش عنده لوكال بروفوكينج فاكتور، ما لقيتش عندك سبب واضح للبورتال بين ثرومبوزس، يبقى في هذه الحاله لازم تشوف الهايبر كواجلاب ستاتس وتدور على الايثيولوجي بتاعها. طيب لو العيان ده كان سيروتيك، لو انا عندي عيان سيروتيك، السؤال الاولاني اللي انا عاوز اساله لنفسي، انتوا عارفين ان احنا بنعمل في اي عيان سيروتيك
regular screening لل HSC بالتراسونوجرافي with or without alpha fetoprotein every 6 months. هل انا المفروض اطلب دوبلر معاه علشان سكرين للبورتال فين ثرومبوزس ولا لا؟ خد بالك الجايد لاينز كلها قالت كلمه واحده، قالت ايه؟ كلمه واحده، قالت اسال نفسك هل العيان ده هيزرع ولا مش هيزرع، ويتنج ليست ولا مش ويتنج ليست. لو العيان في بلد فيها امكانيات زراعه كبد واتحط على الويتنج ليست، القصه بتاعته بتكون مختلفه. طيب افرض ان العيان بور او البلد اللي انا فيها ما فيهاش ليفر ترانسبلانتيشن او اي حاجه من الحاجات دي، طالما ان العيان مش على ويتنج ليست للليفر ترانسبلانتيشن، دونت سكرين فور بورتال فين ثرومبوزس، لان انت ده مش هيغير لك حاجه في المانجمنت. خلاص يبقى القاعده الاولانيه بنقول دونت سكرين فور بورتال فين ثرومبوزس اف ذا بيشنت از نوت بريزنت اون ذا ويتنج ليست. خلاص طيب لنفترض ان العيان بتاعي موجود في الويتنج ليست، مبعوت عندنا المعهد وخلاص قرر الزراعه وخد رقم في العياده بتاعت. في هذه الحاله بنعمل حاجه اسمها alternating screening لغايه ما يزرع، بيعمل حاجه اسمها alternating screening، وده كلام الايزل والسبانيش سوسايتي للليفر ترانسبلانتيشن اس اس ال تي. قالت هتعمل alternating ازاي؟ هاجي بعد 3 شهور اعمل دوبلر، 3 شهور اللي بعدهم اعمل سي تي انجيو ثم دوبلر ثم انجيو، يبقى ده كلام الايزل والاس اس ال تي. خلاص كده اتفقنا؟ تمام. طيب لو انا لقيت ان انا في بورتال فين ثرومبوزس، وانس انك لقيت في بورتال فين ثرومبوزس في عيان سيروتيك، يو هاف تو اكسكلود وات؟ تو اكسكلود ها هيباتو سيلولار كارسينوما، ولازم نحاول نشوف اذا كان في ثرومبوفيليا ولا لا، لان الثرومبوفيليا معناه ان هو هيحتاج لونج لايف انتيكواجلان. طب بعرفها ازاي وانت قلت لي ان التشخيص هنا بيكون صعب او تشالنجنج في الحالات اللي زي ديت؟ بتعرفها بحاجتين اتنين، اول حاجه ان يكون في فاميلي هيستوري، هيقول لك اخته وابوه عندهم نفس نفس المشكله، او انت بتشوف ان في كرايتيريا ديت ماشيه مع الهايبرك واجلابل ستيتس. يبقى النقطه، يبقى قلنا نمبر 1 if the any patient with cirrhosis and he is not eligible for liver transplantation or not listed for liver transplantation, don't screen for portal vein thrombosis. If he is on waiting list for liver transplantation, I should do alternating Doppler and CT. Alternating Doppler and CT. If I have a diagnosis of portal vein thrombosis, I must exclude HCC by triphasic CT, and at the same time I should exclude thrombophilic status if there is a highly suspicion. لو انا عندي suspicion عالي يبقى انا في هذه الحاله لازم طيب تمام. السؤال الثاني اللي احنا عاوزين نساله، هل البورتال فين ثرومبوزس ممكن تموت العيان؟ سؤال نقطه مهمه قوي. خلاص لو العيان مش هيزرع كبد، ركز معايا، او البلد اللي فيها العيان ما فيهاش زراعه كبد، دايما السؤال ده موجود وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 30 سنة في الهيباتولوجي، وده دايما بنسأل نفسنا السؤال ده، يا ترى البورتال فين ثرومبوزس ديت هل هي كومبليكيشن للسيروزس ولا ريفليكشن ان انا عندي ادفانس ليفر سيروزس والعيان ده خلاص وصل لمرحلة ان المورتاليتي فيه عالية، الجدار اللي شقق نتيجة ان الطوب بايظ ولا نتيجة ان خلاص البيت قدم وهيقع؟ هو ده الايه النقطة المهمة. فإذا كان هي البورتال فين ثرومبوزس ريفليكشن للادفانسد ليفر ثرومبوزس، there is no need to treat it at اساس. هتعالجها ليه؟ عالج الليفر نفسه واعمل ليفر ترانسبلانتيشن. خلاص؟ فهي ديت النقطة الايه؟ النقطة الأساسية. أما إذا كنت أنت بتعتقد إن هي كومبليكيشن للثرومبوزس، فهي كومبليكيشن هتؤدي إلى كومبليكيشن، هتدهور لك العيان، إذا التريتمنت بتاعتها ايه؟ مانداتري. لو انت دارس هيباتولوجي من ايام زمان الجيل بتاعنا مثلا، هتلاقي ان احنا عمرنا ما ادينا علاج للبورتال فين ثرومبوزس الا من 3 4 سنين. الا انا عمري ما اديت علاج في حياتي، عمري ما اديت علاج للبورتال فين ثرومبوزس الا من 3 سنين او سنتين، ابتديت ادي انتيكو اجلنت للعيانين كلهم. هقول لك ازاي الطريقه، ليه؟ لان الجايد لاينز اللي قبل كده ما كانتش بتتكلم على النقطه دي خالص، ماشي؟ ما كانتش ذاكراها اساسا. ما كانتش ذاكره، كانت كل الجايد لاينز بتعتبر ان الحالات ريفليكشن. طب انت ليه بتدي دلوقتي ما انت مقتنع ان هو ريفليكشن؟ هقول لك اصبر عليا واحده واحده، اصبر عليا واحده واحده. طيب
طب لنفترض ان انا انت دلوقتي بتقول ان هي ريفلكشن صح؟ لادفانسد ليفر سيروزس. ايوه صح كلامك مظبوط. طب انا دلوقتي هبعت المريض بتاعي لوحده زراعه الكبد عندنا في المعهد، خلاص كده اتفقنا، وعنده بورتال فين ثرومبوز. ساعه ما بيشوفوا في الوحده عندنا عيان جاي بورتال فين ثرومبوز بيحطوا ايديهم على قلبه. ليه؟ لان البورتال فين ثرومبوز لما بتكون موجوده بري ترانسبلانت لها ثلاث معاني. العيان ده هينزف اثناء الاوبريشن وممكن يضاي. ليه؟ لان المانيوبليشن بتاعت البورتال فين بتكون ديفيكالت، بتكون ايه؟ ديفيكالت. تاني حاجه ان ممكن حتى لو فشلها ممكن يحصل لها ريكرنس بوست ترانسبلانت والمورتاليتي بتاعتها ايه؟ عاليه. يا ساره بيضه. فطبعا الحاجات دي كلها بتبقى كارثه لبتوع الليفر ترانسبلانتيشن، ولو هي اكستنسيف المورتاليتي بتزيد اكتر واكتر. هفكركم بحاجه، انا بحب دايما اوريكم تطور الهيباتولوجي علشان ايه؟ تفهموا الجايد لاينز. واحد يقول لي ليه الجايد لاينز مثلا فيك في النقط دي؟ هقول لك كمان 5 6 سنين مش هتلاقي ولا نقط فيه. يعني الواحد يتذكر، انتوا عارفين ان مثلا من 10 او 15 سنه كان الهيباتيتس بي كونترا انديكيشن فور ليفر ترانسبلانتيشن. كان يجي لنا العيان في المعهد عندك هيباتيتس بي، والله احنا اسفين ممنوع زراعه الهيباتيتس بي. يا سنه بيضه، معقول؟ هو ده الحقيقه. ليه؟ لان كان معظم الناس ما كانش فيه تريتمنت الهيباتيتس بي، كان لسه اللامدين طالع بشاير يعني لسه. والنقطة التانية إن كان معظم الحالات ديت مع الأميونو سبريسيف بيحصل أجريسيف ريبليكيشن للهيباتيتس بي ترانسبلانتيشن، يخش في رابت سيروزس، يخش في حاجة اسمها كوليستاتيك هيباتيتس، يخش في حاجة اسمها جرافت فيليا. سنة سنتين معروف، سنتين اتنين لو أنت زرعت العيان عنده هيباتيتس بي كان بيموت. كان إيه؟ بيموت. لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وابتدى يظهر اللم في دين، فقال لك طيب ما جربوا يدوا العيانين دول لم فيدين قبل الزراعه. فلو ان العيان لما بيجي يزرع والبي سي ار بتاعه نيجاتيف، لقوا ان الريبليكيشن بتاع الهيباتيتس بي بوست ترانسبلانت بيكون قليل، فنتائج احسن، فالعيانين عاشوا اكتر واكتر لغايه ما ربنا كرمنا وطلع عندنا الايه؟ الاتش بيج اللي هو الانتي بودز الاميونوجلوبلينز، وربنا كرمنا اكتر واكتر والحمد لله بقى عندنا حاجه اسمها تنوفوفير والانتيكافير، وبعد كده ان شاء الله هيكون في عندنا حاجات احسن واحسن واحسن. خلاص؟ فافتكر القصه بتاعت الهيباتيتس بي ديت في البورتال فين ثرومبوزس. يعني سبحان الله، والله العظيم الواحد يعني احنا يعني دايما في تطور في الطب، وما انزل الله من داء الا انزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فاحنا دورنا ان احنا نحاول ان احنا نستابلايز البيشنت، حتى لو العيان ما كانش ليه تريتمنت حقيقيه، على الاقل استابلايز، يمكن بكره بعد بكره ينزل علاج، فهو يستحمل ايه؟ يستحمل يغلو. طيب لقوا، يبقى انا دلوقتي بنفس فكره الهيباتيتس بي اللي انا قلت لحضراتكم عليها، ان انا لما بخلي العيان نيجاتيف هيباتيتس بي قبل ترانسبلانت النتائج بتكون ممتازه. طب ما انا لو عالجت البورتال فين ثرومبوزس او منعتها قبل الترانسبلانت النتائج بتاعتها هتكون احسن. قال لك ايوه، علشان كده العيان ده لو ليستد فور ليفر ترانسبلانتيشن معاه فلوس وناوي يزرع، يبقى في هذه الحاله يا اخوانا لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل ابروفر، او ابروبريت مانجمنت لمين؟ للبورتال فين ثرومبوز. فهمتوا النقطه ديت؟ تمام. يبقى انا هنا انا مقتنع ان هي ريفليكشن للادفانس ليفر سيروزس، وان هي ناتجه عن البيت شقق وقع لانه البيت ادم، خلاص لازم هيسقط، لكن انا هعالجها علشان اقلل الانترا اوبريتيف بليدنج والانترا اوبريتيف مورتاليتي والبوست اوبريتيف ايه مورتاليتي. خلاص كده اتفقنا، فهمنا الفكره بتاعتنا. يا رب تكون ايه؟ يا رب تكون واضحه عندنا. طبعا الكلام ده كله كلام جديد، هو كاتب لك ان there is insufficient data انك تعالجها قبل ترانسبلانت عشان تحس نتائج بوست ترانسبلانت. ليه؟ لان الكلام ده كلام جديد. ان شاء الله كمان 5 سنين هفكرك ان هتلاقي مكتوب there is strong data to recommend pre transplant treatment. خلاص؟ ممتاز. طيب يا ترى انا هعالج العيان ازاي اللي عنده بورتال فين ثرومبوزس؟ لو انا عندي العيان عنده هيلثي ليفر، يبقى انا ايه هدفي؟ في البورتال فين ثرومبوزس ان انا امنع ان هي تزيد، يحصل لها اكستنشن، واحاول امنع الكومبليكيشن بتاعتها زي الانتستاينال او الانتستينال اسكيميا نطقين صح، وان الايم بتاعي ان يكون في ريكانلايزيشن علشان ما يحصلش عندي بورتال هايبرتنشن. لكن انا بحاول هنا
هعالج البورتال فين ثرومبوزس في السلوتك. ليه؟ علشان احسن الايه الليفر ترانسبلانتيشن، مش بحسنها عشان امنع الكونجستيف انتستينال اسكيميا. ليه؟ لانها ليس فريكوينت، ليس ايه، لان الكولاترالز اللي هي بتكون موجوده بتمنع ان يكون عندك ايه جنجرين واسكيميا، بتمنع ان يكون عندنا ايه جنجرين واسكيميا. طيب ممتاز. اي عيان دلوقتي طبقا للجايد لاينز عنده بورتال فين ثرومبوزس وما عندوش سيروزس، يعني عنده هيلث ليفر، على طول ابتدي الانتي كواجولانت ثيرابي. ليه؟ علشان امنع الاكستنشن بتاع الثرومبوس، علشان امنع الجنجرين، وامنع الايه الانفاركشن، واحاول اخلي ان الفين يحصل فيه ري كانالايزيشن. طيب خلاص. طب افرض لا قدر الله ان انا لقيت لي في ساين اوف اسكيميا يا حبيبي، ابتدي الانتي كواجوليشن، بس بسرعه هات الجراح عشان يقرر هيفتحه ولا مش هيفتحه، وتجيب معاك الايه الكواجوليشن. خلاص كده اتفقنا. ممتاز كده احنا ماشيين كويس. طيب لو انا دلوقتي خلاص انا لقيت عندي الليفر بتاعي هيلثي، ولقيت عندي ايه، ولقيت عندي في بورتال فين ثرومبوزس، واتفقنا ان احنا هندي انتي كواجوليشن عشان الثلاث اسباب اللي احنا ايه قلناهم. طب ايه الانتي كواجولانتس اللي هي عندنا؟ عندنا الانفراكشنيتد هيبرين، عندنا اللو موليكولار ويت هيبرين زي كليكسان، عندنا الفيتامين كي انتاجونست الفي كي ايز، زي ايه الفي كي ايز؟ زي ايه؟ زي الوارفرين. خلاص عندنا دواكس او النواكس زي الايبيكسبان والديبيج ايه والديبيجتران والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها. طيب ادي ايه؟ اولا انت لما تيجي تدي يفضل انك لو في عندك هيماتولوجيست في المستشفى نسق معاه وانت بتدي الانتي كواجولانت، خاصه لو انت شاكك في انتي ايه، لو انت شاكك في ثرومبوفيليا او في رينال امبيرمنت. طبعا الانفراكشنيتد هيبرين هو جي ديت هيبرين، معلش انا اسف، هي اسمها انفراكشنيتد هيبرين بس جي ديت رونج يعني. خلاص فقلنا ان احنا ديت الادويه اللي احنا بنديها مده العلاج بتاعتنا بتكون 6 شهور طبقا للايزل. الاي اس ال دي القديمه كانت هتقول لك 3 شهور، لا كلام جديد 6 شهور. خلاص لو انت بتدي وارفرين لاين نار بتاعك يكون من كام؟ من 2 ل 3. اهم حاجه لو انت اديت هيبرين في سايد افكت مشهور قوي للهيبرين اسمها هيت، اسمها ايه؟ هيت اللي هي ايه؟ هيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا في تايب 1 وتايب 2. تايب 1 دراج، تايب 1 اللي هي نتيجه الدوز ديبندنت، والثانيه بتكون اوتو اميون. خلاص كده اتفقنا او العكس. المهم فديت بعرفها ازاي؟ ان انا بلاقي البليتس مره واحده قلت اقل من 150، او القيمه بتاعتها قلت من اقل من كام؟ من 50%. يعني هو زي مثلا هو بادئ البليتس 500 مثلا، بقت اقل من 250. خلاص كده اتفقنا. ونسبه الانتي البي بي ار، البي بي ار اللي هو ايه؟ اللي هو البورتال فين ريكانلايزيشن مع الانتي كوليشن بيكون 40%. خلاص طبعا انتوا عارفين ان انا من انصاري دلوقتي نواكس او الدواكس، انا بحبها بصراحه. هقول لكم ليه. اول حاجه الناس اللي ما عندهاش ليفر سيروزس لقوا ان الدواكس ليها سوبيريور افيكاسي مع العيان، والنقطه الثانيه ان هي سهله جدا للعيان. ليه؟ لان انا لما بدي مثلا حاجه زي الوارفرين كل شويه يجي يعمل لي ايه؟ يقيس لي الاي ان ار، لا ده انا اي ان ار 2 زود الجرعه شويه، لا الاي ان ار 5 قلل الجرعه شويه، وجع قلب، وجع ايه قلب. وما بيحصل وارفرين اوفر دوز ممكن تدي له بلازما، مش عارف ايه قصص كده كتيره. فالنواكس او الدواكس بيكون ايه اسهل فيه الاستخدام. وما عملوا كومباريزن، لما عملوا كومباريزن في نسبه البليدنج، في نسبه الايه البليدنج ما بين النواكس والوارفرين، لقوا ان نسبه البليدنج في النواكس بتكون اقل من الوارفرين، وبالتالي هي ايه ممتازه. بس عاوز انبهك نقطه مهمه قوي، ان الادويه ديت لسه حديثه الاستخدام في مرضى الليفر ديزيز عموما، والاستاذز عليهم مش كتيره، فهتلاقي ان في ناس بتخاف منها، في ناس بتخاف منها، وان الجايد لاينز نفسها يعني مثلا حاجه زي الاي 3 دي هتقول لك ان هي لسه الاستاذز عليها في الليفر ديزيز بتكون قليله. لكن انا شخصيا من ايه من انصارها. طيب هل انا ممكن اعمل ثرومبوليتيك ثيرابي؟ قلنا ان انتاج زي الزفت بصراحه ولا نفضلها، ولو عايز تعملها لازم تكون في مراكز ضخمه يكون عندهم اكسبيرينس ويكون الانترفينشنال راديولوجيست فيها متمكن. طيب انا دلوقتي بدي انتي كواجولانت، هتابع النتيجه بتاعتي ازاي؟ بنتابعها ان احنا بنعمل سي تي كل من 6 شهور ل 12 شهر طبقا للايزل، علشان اشوف في حصل ريكانلايزيشن ولا لا. ديت نمره واحد. نمره اثنين، اي عيان عنده بورتال فين ثرومبوزس خاصه لو ما حصلوش ريكانلايزيشن بعد 6 شهور، حتى لو الليفر بتاعه يا اولاد ما هو سيروتيك، لازم يعمل اندوسكوبي تو سكرين فور فاريسز، تو سكرين فور فاريسز.
لو انت لقيت العيان ده عنده الالكالين فوسفاتيز رفع بعد البورتال فين ثرومبوزس او البيليروبين رفع، لازم تعمل له ام ار سي بي علشان تشوف يا ترى لا قدر الله هل حصل عنده البليوباسي ولا ما حصلش. نيجي بقى للحالات اللي هي تهمكم اللي هو مرضى السيروزس. احنا قلنا في السيروزس احنا عندنا الثلاث اهداف بس مش بقوه زي الناس التانيين. يعني ايه؟ يعني انت عندك في الاولاني بيقول لك تو بريفنت ذا اكستنشن اوف ذا ثرومبس تو بريفنت ايه انفكشن وجنجرين، وقلنا ان نسبه الانفكشن والجنجرين في السيروزس بتكون قليله نتيجه وجود الكولاترال سيركيوليشن. خلاص، فاذا الهدف في مرضى السيروزس هو حاجتين اتنين، ان انا احسن المليو او البيئه بتاعتي للليفر ترانسبلانتيشن، ده نمره واحد. نمره اتنين ان انا عشان احاول اقلل الكومبليكيشنز بتاعت مين؟ الكومبليكيشنز بتاعت البورتال هايبرتنشن. لما نيجي هنا بقى للجايد لاينز، احنا قلنا ان احنا ما زلنا في البدايات، وشوف الجايد لاينز فيها اختلافات. في جايد لاينز عملت ايه؟ يجوز يعني عالج بالنظام ده، وفي جايد لاينز محترمه قالت لك لا انا ما عنديش داتا، بس هقول لك ديت يجوز فيها العلاج وديت لا يجوز فيها العلاج. في ناس هربت قالت رمت كلمه وهربت، وفي ناس توقفت وقالت الكلام الايه المظبوط. الاي اس ال دي بتقول ايه؟ الاي اس ال دي بتقول ايه؟ بتقول ان الكلينيكال ترايلز داتا اللي هي موجوده عندنا دلوقتي علشان اعالج عيان عنده بورتال فين ثرومبوسس وسيروزس ومفيش ايفيدنس الانفاركشن ولا جنجرين، مش قوي. مش ايه؟ مش قوي. فقالت ان التريتمنت بتاعتنا لازم تكون كيس باي كيس، ديت نقطه مهمه قوي، ولازم تحط في دماغك اما تيجي تعالج يا ترى العيان ده هيكسب ايه، ايه المرابيح بتاعته وهيخسر ايه، وهل البورتال فين ثرومبوزس ديت هتمنع الليفر ترانسبلانتيشن عنده ولا لا. يبقى الاي اس ال دي قالت كلام واضح ان الاستادز مش كتيره، ولازم تعمل لجنه وتشوف ايه البينيفيت بتاعك وايه اللي هتخسره، وهل العيان ده هيخش في الليفر ترانسبلانتيشن ولا لا، وهل لا قدر الله لو انا سبت الثرومبس ممكن تمنع له الليفر ترانسبلانتيشن ولا لا. فالاي اس ال دي بصراحه من افضل الجايد لاينز اللي اتكلمت عن البورتال فين ثرومبوزس. الايزل ما جديده ما جابتش سيره البورتال فين ثرومبوزس، لكن ذكرتها في الطبعه القديمه اللي هي 2000 وايه 2015 توني في ايه 15. طيب الاي جي اي بتاعت الجاسترونترولوجي قالت ايه؟ قالت يجوز وهربت. قالت ايه؟ Any patient with cirrhosis and acute or subacute non-tumoral portal vein thrombosis should be treated. يبقى ال AGA قالت عالج. قالت ايه؟ عالج. ما قالتلكش اعمل لجنه ولا سألتك هيزرع ولا مش هيزرع ولا اي حاجه، قالت عالج وخلاص. خلاص؟ طيب تمام. لما نيجي بقى للسبانيش سوسايتي ليفر ترانسبلانتيشن قالت ايه بقى؟ قالت زي ليه؟ قالت كلام وسط. قالت كلام ايه؟ وسط. قالت ايه؟ قالت انتي كواجوليشن شود بي انيشيتد ان اول بيشنت وذ بورتال فين ثرومبوزس اويتنج ليفر ترانسبلانتيشن. يعني قالت طالما ان العيان هيزرع لازم ايه ياخد، الا اذا كانت كونترا انديكيتد، عنده كونترا انديكيشن او كونترا انديكيشن، ولو انت ابتديتها لازم يخليه ياخدها لغايه اما يزرع. لغايه اما ايه؟ يزرع، مش الثرومبس تروح. يعني مثلا انا يعني طبقا لي الاس اس ال تي قالت ايه؟ قالت انا دلوقتي لقيت في بورتال فين ثرومبوز فاين ثروتي واديته انتي كواجوليشن لمده 6 شهور، جيت بعد 6 شهور لقيت ثرومبوز راحت، هوقف الانتي كواجولنت ولسه ما زرعش، الزراعه لسه فاضل لها 6 شهور كمان. قالت لا، يخليه ماشي عليها لغايه اما ايه؟ يزرع. وكده انتوا فهمتوا القصه، افتكروا القصه بتاعتنا بتاعت الايه؟ الهيباتيتس بي. يبقى الاي جي ايه رمت كلمه وجريت عالج يجوز. خلاص كده اتفقنا. الاي اس تي دي كلام محترم، كلام ممتاز، قالت كيس باي كيس واعمل كوميتي وشوف هيزرع ولا مش هيزرع. والاس اس اللي تي قالت ايه؟ قالت كلام ايه؟ كلام وسط. طيب هنيجي نشوف كده الاي اس اللي دي قالت ايه بقى. قالت دلوقتي نفترض ان العيان انت قررت ان هو هيزرع، قررت ان هو ايه؟ هيزرع، او قررت ان الانتي كواجريشن فيه مفيدة. طيب هي قالت ان الداتا اللي موجودة عندنا مش كتيرة، الداتا مش ايه؟ مش كتيرة، مفيش روبست قوية، مفيش روبست ايه؟ داتا. طيب هي بتنطق داتا وديتا عشان برضو نبقى لو تسمع محاضر اجنبي، فاعمل ايه؟ قالت لك افتكر ان انا اي ثرومبوزس في الراديولوجي دايما لما تطلب سي تي انجيوجرافي تكتب كده، هو عود نفسك تكتبها، انا شخصيا بقيت اكتبها بليز.
localize the thrombus, extent of thrombus, complication of thrombus. ما يكتبلكش ان في بورتال فين ثرومبوس، قول له انا عاوز البطوله كام سنتي واكتب قافله اليومن كام في الميه. فقالت لك ايه؟ قالت لك لو الثرومبس موجوده جوه البلاد جوه الفرنشات اللي جوه الليفر او مينيمالي اوكلوسيف. مينيمالي اوكلوسيف يعني ايه؟ يعني قافله اليومن اقل من 50%، ما تديش العيان ده انتي كواجلانت خالص، مش هتفيده. مش ايه؟ مش هتفيده. امال اعمل ايه؟ اعمل له سي تي كل 3 شهور، كل ايه؟ 3 شهور. لو خلتها ستيبل وكفى الله المؤمنين شر القتال، خلاص كده اتفقنا؟ لو لقيتها بتبتدي تزيد لازم تدي ايه؟ لازم تدي انتي كواجوليشن. طيب سؤال، ليه هنا المينيمالي اوكلوسيف ما قلتش ان هي هتبقى صعبه للجراح؟ لا، لان الجراح بيشيلها بسهوله اثناء العمليه فمفيش فيها ايه؟ مشاكل. خلاص؟ لان المينيمالي دي كلام فاضي زي فاكرين الرسمه. انما لو انت لقيت ان هي قافله لك اليومن اكتر من 50%، لان احنا بنسميها ايه؟ بارشال اوكلوجن، او لقيتها كبيره، يبقى في هذه الحاله لازم نأدي ايه؟ انتي ثرومبوتيك ثيرابي علشان امنع الثرومبس ان هي يحصل فيها بروجريشن، واخاف ان هي تمنعني الليفر ترانسبلانتيشن مره تاني. يبقى انا عندي بنقول تاني. خلاص كده اتفقنا؟ هي تاني بتقول لو انا عندي نسبه الاكلوجن اقل من 50%، نعمل ايه؟ فولو اب، اللي هي بنسميها ايه؟ مينيمال، او موجوده في مين؟ في البرانشات اللي جوه الليفر، يبقى فولو اب كل 3 شهور. لو انت لقيت اكتر من 50%، ده ممكن تزود لك البورتال هايبرتنشن او تهندر، هندر يعني تمنع الليفر ترانسبلانتيشن، يبقى في هذه الحاله حدي انتي كواجوليشن. طيب الكلام القديم بقى والكلام الجديد، كنا زمان، شوف والله العظيم سبحان الله ولك الف حمد وشكر على تطور الايه؟ الطب. احنا زمان كنا لما نيجي نلاقي بورتال فين ثرومبوزس ولا في حديد انتي كواجوليشن، كنا استحاله ندي انتي كواجوليشن، يقول لك الانتي كواجوليشن بالذات هتخلي الدواء يتفرقع والعيان هيموت من النزيف، فكنا نعمل له فاندلايجيشن ونعمل له جلسه واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى ريديكيتد فارسس، ونقول له ابتدي الانتي كواجوليشن يكون العيان مات. دلوقتي لما هم عملوا استادس جديده وجربوا من يدوا العيانين انتي كواجوليشن بمجرد الدايجنوزس، وان شاء الله تعمل له فاندلايجيشن بعد شهر او شهرين او 3 شهور عادي مفيش مشكله، لو انه ما حصلش زياده في نسبه البريدنج مقارنه بالناس العاديه. فعلشان كده الكلام الجديد بيقول ايه؟ Don't wait for EVL, start immediately anticoagulation, then do EVL. ابتدي دلوقتي الكليكسان بتاعك، ابتدي الوارفرين، ابتدي النواكس، ابتدي اي حاجه، وخلي العيان يعمل البندلايجيشن في ظرف من يومين لاسبوع براحتك عادي، وما تخافش من البوست باند ألسرز. ده الكلام الايه؟ الجديد، وده الكلام اللي اتفق عليه مين؟ اتفق عليه الاي جي اي والاي سي دي والايزل والاي اس اس ال تي مقارنه بالعهد الايه؟ بالعهد القديم اللي انا قلت لكم عليه. خلاص كده اتفقنا؟ طب يا ترى لو العيان عنده كافرنوما، الكافرنوما الاي سي دي قالت لك ايه؟ There is no established benefit of anticoagulation or interventional therapy، مفيش فايده للانتيكواجلنت ولا الراديولوجي، امال اعالج العيان ده ازاي؟ بتعالجه كاي عيان بورتال هايبرتنشن، بس بتبقى عارف ان نسبه البليدنج فيه بتكون ايه؟ نسبه البليدنج بتكون عاليه. وزي ما احنا اتفقنا ان الايزك في الطبعه اللي بتقول ان نسبه مده العلاج بتاعتنا بتكون 6 شهور. طب امتى العلاج يكون طوال العمر؟ قال لك لو انت لقيت سوبيريور وميزنتريك فين ثرومبوزس، او ان في هيستوري سجستيف اوف اسكيميا، او ان هو ليفر ترانسبلانت، يبقى هيخليه ايه؟ التريتمنت على طول لغايه ايه؟ لغايه لما يزرع. في حاجه اسمها تيبس اند بورتال فين ريكنالايزيشن، ديت حاجه ادفانسد والكلام بتاعها فيج للناس بتوع ترانسبلانتيشن، مش هتفرق معاكم السلايد ديت. طيب نيجي بقى ل نكمل المواضيع بتاعتنا. احنا كلنا بنخاف من العيان ينزف من الانتيكواجن، فشوف الاي 3 دي كاتبه لك كلام واضح ازاي. بتقول لك ايه؟ بيقول لك ثيرابيوتيك انتيكواجوليشن ان بيشنت وذ سيروزس ابير تو هاف سيميلر نون بورتال هايبرتنسيف بليدنج كومبليكيشن ريتس كومبيرد تو ذا جنرال بيبوليشن. يعني الانتيكواجوليشن في السيروزس ما زودتلكش نسبه الفاريسيال ايه؟ بليدنج. خلاص؟ النقطة الثانية، portal hypertension related bleeding in patient with cirrhosis appears unchanged by a anticoagulant. فالانتيكواجلانت سيف، وما تستناش تعمل بندلايجيشن، ابتدي الانتيكواجلانت وبعد كده ايه؟ ابتدي. زي ما اتفقنا اي عيان عنده cirrhosis وعنده portal vein thrombosis ممكن ندي له molecular weight heparin ونعمل searching لمين؟ للهيرت. برافو عليك.
طبعا في المستشفى ده الفيرست انتي كوجوليشن ثيرابي، وطبعا انتوا عارفين اللومليكولار ويت الدوز بتاعتها وبتتابعها بالبليتلتس والبودي ويت، لها دوز بتعتمد على البودي ويت، الكريكسات مش الدوز مش ثابته، ده على حسب البودي ويت. وقلنا طبعا عندنا الوارفرين بنخلي الاي ان ار بتاعه من 2 ل 3 زي ما احنا ايه زي ما احنا متفقين. وقلنا ان النواكس او الدواكس ديت ادويه جديده، الاستادز عليهم مش كتيره قوي، سبارس يعني قليله، والسيفت بتاعتها في السيروزس بتكون قليله، ولكن انا بقول لك ان ديت من افضل الادويه لان سهله في المتابعه بتاعتها. خلاصه النواكس اللي في الباراجراف الاخير ده اتفقوا معانا ايه؟ لو العيان تشايلد بو ايه النواكس سيف، ده كلام الاي جي اي والايزن، نواكس سيف. لو تشايلد بي ممكن يحصل ري اكيوميليشن او اكيوميليشن للدراج بتاعك، فممكن تديه بحذر. بتديه بايه؟ بحذر، هتدي الجرعه اللي انت بتديها في التشايلد ايه، بس تاخد بالك تبقى مركز مع العيان شويه في الفولو اب، وخد بالك اوعى العيان يكون الكريات بتاعه ايه عالي، لان الكريات لما بيعلى بيأثر على الايه على الليفل في البلاد، فبيزود البليدنج تندنسي. كل الجايد لاينز حتى الان اتفقت ان النواكس ار كونترا انديكيتد في التشايلد بو سي، ده كلام الاي جي اي والايز، ده كلام الاي جي اي والاي والايز. يبقى انا ممكن اديها في الاي والبي، ممكن اديها في الاي والبي، واخد بالي من الرينال امبيرمنت، لان مثلا حاجه زي الديبيجاتران في رينال امبيرمنت كارثه. لكن كلهم اتفقوا حتى الان حتى هذه اللحظه ان في التشايلد سي ما تديش مين؟ ما تديش النواكس. طيب خد بالك بقى، طالما ان احنا بقى ابتدينا نتكلم عن النواكس ابتدينا نتكلم عن النواكس، لازم نعرف الدراج دراج انتر اكشن بتاعه. خد بالك كل اما بيقل الكرياتينين كليرنس، كل اما بيزيد الليفل بتاعها، وكل اما بيزيد التشايلد بو، كل اما التوكسيسيتي بتاعتها تزيد. فزي ما انتم شايفين في التشايلد سي الديبيجتران او الابيكسمان او الدوكسابان او الريفاروكسمان او ريفاروكسمان كلهم دونت بريسكرايب في مين؟ في التشايلد سي. الريفاروكسامان برضو التشايلد بي بيقول لك مش مفضل، ده هنا ايه حاول تقلل الجرعه في التشايلد بي عشان الاكيوميليشن، انما كلهم في التشايلد ايه زي الفل. نيجي مثلا حاجه زي الديبيجاتران. الديبيجاتران لما انت عندك الكرياتينين كليرنس اقل من 30% الليفل بتاعها خالص، يقول لك دونت بريسكرايب، دونت بريسكرايب. لما يكون الكرياتين كليرنس اقل من 15 دونت بريسكرايب نواكس اتول، لان اللي هيخش في ايه؟ هيخش في توكسيستي. هتلاقي ان اقل واحد في التشنج في الدوزس هو مين؟ هو الايبيكس، وعشان كده انا شخصيا بفضل الايبيكس. تاني نقطه عندك ان في دراج دراج انتر اكشن ازاي؟ يعني مثلا حاجه زي الكارفيدولول والبروبرانولول، والبروبرانولول مالها؟ لو انت هتدي معاهم الديباجيتران لازم تقلل الدوز بتاعت الديباجيتران والادوكسابان، يبقى الادوكسابان والديباجيتران المفروض تقلل الجرعه بتاعتهم مع مين؟ مع الكارفيدولول والبروبرانولول. مين اللي ما طب ما احنا كلهم بنرشهم بروبرانولول، يبقى في هذه الحاله هنستخدم مين؟ الابيكسمان. هتلاقي برضو الاتور لو العيان ناش وعنده ستروك لازم تقلل الجرعه بتاعت الايه؟ الديباجيتران مع مين اللي ما بتقللش؟ ها؟ الابيكسمان والروبروكسمان. البي بي اي هتقلل الجرعه برضو بتاعت الديبيجاتران. لو العيان بياخد سايكلوسبورين وتاكرولماس بوست ترانسبلان لازم تقلل الدوزز بتاعتهم عشان الدراج دراج انتر اكشن. مين اللي زي الفل؟ الابيكسمان والريفاروكسابان. خلاص ريفا روكسابان ريفاروكسابان. طيب السيروليماس الحمد لله مفيش انتر اكشن او انتر اكشن بالامريكي. السورافينيب والحاجات دي كلها مفيش انتر اكشن. فاذا انا مع البيتا بلوكر يبقى انا عندي اكتر دوايين سيف من الدواكس في السيروزس هو الابيكسبان وريفاروكسامان، على ايه؟ على اساس الدراج دراج ايه. خلاص كده اتفقنا. طيب خلاص يبقى احنا عرفنا ان انا اهم حاجه ان انا يكون العيان تشايلد ايه او على الاقل تشايلد بي، ويكون الكرياتينين كليرنس اكتر من كام؟ اكتر من 30. هل في دور للانترفينشن راديولوجي ان احنا نعمل ثرومبوليسز؟ قلنا النتائج بتاعتنا سيئه في النقطه ديت، وده مش عندنا في العالم كله، وعلشان كده هو بيقول لك ايه؟ It should be evaluated in multidisciplinaries case by case case by case. طب هل تعمل تيبس في عيان عنده كافرنوما؟ برضه كيس باي كيس، لانها بتكون ديفيكالت. هو طبعا بيخش في كلاترال كبيره على فكره عشان تبقوا عارفين، لكن نسبه المورتاليتي والبليدنج فيها بتكون عاليه. ده جراف لذيذ من الاس 3 دي بيقول لك اهوت
انت لقيت ان في بورتال فين ثرومبوزس لازم تشوف هل في ميزنتريك اسكيميا ولا اي حاجه. لو في حاجه زي كده يبقى هندخله ايه جراحه، لو ما فيش هنعمل سي تي بتاعتنا خلاص. طيب ونشوف هل العيان ده محتاج تيبس ولا ملوش تيبس، لو محتاج تيبس هنحوله الى تيبس، مفيش تيبس يبقى انا هعمل اندوسكوبي علشان اشوف في فيروسز ولا لا. طيب ونشوف هل هو محتاج انتي كواجوليشن ولا لا، ونشوف الريسبونس بتاعتنا بعد من 6 شهور زي ما احنا ايه زي ما احنا متفقين. اخر حاجه اتكلم عليها بس هتكلم عنها بسرعه، البوست ترانسبلانت بورتال فين ثرومبوزس. احنا قلنا ان ديت بتسبب الوفاه بجرعه عاليه، علشان كده اي عيان زرع كبد لازم تعمل سكريننج ليها. يعني احنا في المعهد عندنا تلاقي دايما يعمل لك ايه سونار ودوبلر كل 6 ساعات يشوف الهيباتيك ارتري والبورتال ايه والبورتال فين والبورتال ايه والبورتال فين. وطبعا لو انت فجاه لقيت العيان حصل له شوتنج للليفر انزيمز مره واحده بوست ترانسبلانت، دور على الفاسكولار ايه على الفاسكولار كومبليكيشن. خلاص كده اتفقنا تمام. طبعا لو انت هتدي انتي كواجولانت احنا قلنا ان ثرومبو الاستوجرافي فاكرينها اللي هو الفيسكو الاستيك تيست اللي احنا قلناهم في المره اللي فاتت، هنا في الترانسبلانت ممكن ايه نستخدم الاختبارات ديت، يعني مسموح بيها في الترانسبلانت لان صحه العيان غاليه، ده دافع دم قلبه واخد كبد من ايه من حد تاني. طبعا اهم شيء ان احنا بعد الزراعه لازم نمنع البورتال فين ثرومبوزس، انك زي اي عيان بتمنع الفي تي اي تخليه يتحرك وتستخدم كومبريشن ديفايسز علشان تحسن السيركيوليشن بتاعته، لازم بتدي له ثرومبو بروفلاكسس. خلاص كده اتفقنا. وحتى بعد ما يخرج من المستشفى يستمر عليه لمده من 10 الى 24 يوم بعد خروج من المستشفى. ولو العيان ده كان عنده هايبر كواجولاتيف ستاتس او ان هو مور لايبل للبورتال فين ثرومبوزس بتدي ثيرابيوتيك دوزز خلص بعد 24 ساعه من الزراعه زي ما احنا متفقين. ولو في كواجوليشن بروبلم ممكن تعمل لها كوريكشن بنفس الحاجات اللي احنا قلناها زمان في الكوريكشن بتاعت الحاجات دي كلها. يعني مثلا افرض ان هو نزف منك مع الانتي كواجن، انت تعمل ايه؟ خلي دايما البليتس اكتر من 50,000، خلي الهيموجلوبين بتاعك يكون اكتر من 8. لو في عندك مشكله معينه نتيجه الانتي كواجن مثلا انت اديت وارفرين، يبقى انت محتاج تدي حاجه زي البروثرومبين ايه كومبلكس كونسنتريت كذا. وقلنا ان العيان ده هو لو هو زارع من الاول على بورتال فين ثرومبوزس انا مش هعمل سكريننج بوست ترانسبلانت. لا يا حبيبي بتلعب على طول ثيرابيوتيك انتي كواجوليشن، انا ناقص يجي لي لغايه ما يموت لي منها، لا خالص. وبنبتدي على طول. اما اذا كانت طبعا في نقطه ثانيه، لو في هاي ريسك اوف ثرومبوزس بقى في عيان، يعني مثلا عيان اي اف وزرع مثلا على سبيل المثال، النقطه ديت مهمه قوي، هنبتدي الانتي كواجوليشن على طول بوست ترانسبلانتيشن، ممكن تعمل بريدجنج. لكن لو له ريسك مثلا اي اف بس له ريسك مثلا، ممكن تستنى في البريدجنج ثيرابي لمده مثلا 48 ساعه 72 ساعه. ده ديت السلايد ديت زي الحاجات القديمه بتاعت ايه بتاعت دي حاجات الترانسبلانت. اللي عاوز يقرا تفاصيل ممكن ابدله البيور الاصليه، لان انا جايب خلاصه بس كده. وكده يبقى احنا بفضل الله تعالى خلصنا البورتال فين ثرومبوزس بفضل الله تعالى، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.